أبو إبراهيم يطلب نصيحة لمن يفطر في العمل والعبادة في آخر رمضان. أخي الفاضل وإخواني وأخواتي، لا شك بأن ليس لعمل المسلم غاية دون الموت، والله جل وعلا يقول فاعبد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والإنسان في هذا الميدان، نحن في موسم رمضان، نحن في ميدان سباق، والخيل جرت العادة أن الخيل إذا شارفت على نهاية السباق أسرعت. ولذلك الذي ينبغي على المسلم أن لا يفتر وقد شارف على الفوز، شارفت على الفوز، الأيام هذه أيام فوز، أيام جوائز. ولذلك المطلوب من المسلم أنه يسرع، وأنه لا يفتر ولا يغلبه ويتجاوزه غيره ممن قد يكون فرط في بداية الشهر فيهتبل فرصة بقية الشهر. وليلة القدر ما ندري ليلة القدر هل في أول العشر أم في آخر العشر أم في أوسط العشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في الأوتار من العشر، الأوتار يعني 21 23 و25 و27 و29، بل وردت نصوص على أن في ليلة 29 أيضا، وردت نصوص على أن في ليلة 29 اللي هي ليلة هذه الليلة. ولذلك الإنسان ما ينبغي له أن يفرط في نهاية الشهر، وعليه أن يشد مئزره وأن يحزم أمره وأن يتفرغ لما تبقى من الشهر حتى يكون من الفائزين بإذن الله جل وعلا.